هذه ثاني محطة في اللقاءات الجهوية لتحويل وتسريع المنظومة ديال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكتشوفوا في واحد الجهة اللي غنية بالكفاءات ديالها وغنية بالموارد البشرية وكذلك الموارد الفلاحية والموارد ككل، بأن كتعرفوا السماء، كتعرفوا المحيط اللي كاين في هذه الجهة هذه، واللي كشفتوا النقاشات هي غادية في يعني بصلب النقاشات اللي بغيناهم يكونوا في البلاد ديالنا وفي الجامعة المغربية ككل. اللي بغينا هو يكون واحد التواصل وواحد الذكاء اجتماعي ما بين الجامعة وما بين المحيط ديالها وبالخصوص الجهة، لأن كتعرفوا بأن بالنسبة البلاد ديالنا كرسات الجهة ك يعني محاور كبير للجامعة المغربية، وبغينا يكون عندنا واحد التصور اللي نكونوا متقاسمينه، تصور اللي كيخلي الطالب يكون في صلب التفكير ديالنا لأنه هو العنصر البشري علاش كنخدمه. سعيد جدا اليوم لإعطاء انطلاقة لهذه المناظرة الجهوية التي ترأسها السيد الوزير، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسيد والي الجهة، والسيد رئيس الجهة، والمنتخبون بالجهة، وأيضا الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والجمعيات وأطر الجامعة من والطلبة والأساتذة والحضور الكريم التي تدخل في إطار منظومة تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تشمل المحطة الجهوية. هذا اليوم في محطة سوس مسا التي تسعى لخلق تواصل دائم مع جميع المتدخلين في المنظومة من منتخبين، من رؤساء مقاولات، من أرباب مقاولات، أيضا من طلبة وأساتذة وجمعيات وموظفون، حتى نسعى لجعل المنظومة تعطينا طلبة متميزين أكفاء منسجمين مع متطلبات سوق الشغل.